3 سنوات وأنا حزين، كنت حزينا لأنني تركت حزبا موحدا، كل الوحدة ليس فيه فراق، أوكان كران، الجميع معي وأنا مع الجميع مدة 14 سنة. كنا غنستمروا هكذا، ما كاين حتى شي سبب باش يكون هذا الخلاف. كان الخلاف، الآن انتهى الخلاف، ما نتكلموا لا على الأسباب ديالو، ولكن نتكلموا على العواقب ديالو. لابد ناخذوا الدرس باش نقولوا شنو حنا دابا في الساحة بصفة عامة، واش كاين انتقادات علينا، ما كاينش انتقادات علينا. إذا اللي خصنا نديرو هو اللي تكلم عليه الساعة حكيم غلام، النقد الذاتي. والنقد الذاتي فضيلة، فضيلة ماشي اعتراف بالذنب، هو فضيلة، لأننا نبحث عن الخطأ وأسباب الخطأ وكيف نعالج الخطأ. الآن الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أدب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله.